شويه الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. بدا مزيان بدا من اللبس. ما عند الناس السي ناس سامو مسافر دراوش الله يعمر راه سامو ما كيفكروش في راسهم كيفكر فيك انت. هذه هي الحاجه الزوينه في المغرب انك يشوفوا واحد الازه خاصه شي حاجه وكتدق بابه وما كيرجعكش. ماشي كلشي بحال طبيعه الحال ماشي كلشي بحال بحال ولكن انا نقول الصراحه شوف انا ماشي كلشي بحال بحال باش غنقول لك انا غنشكرك انت وغادي نخيب هذا كله كيعرف اش كيدير كله كيخلصو ضمير انا جيت طلبتك عندك استطاعتك ما عندكش غتقول لي ما عنديش ولكن ما غاديش نتدخل في شي حوايج كاين اللي عنده ولكن ما كيبغيش يعرف وكاين واحد النوع ديال البشر اللي كتمشي باغي يمد لك يد المساعده ويقدر يقمعها يقدر يقول لك سير يقدر يتراجع ويقدر يسمع لوحدين اخرين فهمتيني ما كيشوفش ما كيطالعش على الميلف ديالك انت خاصك تطالع على الميلف ديالي انا مناش من حياتي الاجتماعيه كنعيش فيها. اذا مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين شفت في هذا البث المباشر المباشره من مدينه الجديده معنا هذا السيد هذا اللي يتيم الاب والام خرج للزنقه عاش تشرد عنده اعاقه بدنيه في اليد على مستوى اليد ديالو واليوم غيحكي لنا القصه ديالو كيفاش خرج الزنقه من الاول وكيفاش يعني القصه تطورات الحاله ديالو. بسم الله السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله الاسم العائلي ديالي حنفي يونس وكنت كنسكن في كازابلانكا في المدينه القديمه والحمد لله انا دابا كنعس في الزنقه وماشي شي حنفي يونس قبل ما تنعس في الزنقه قبل ما نعس في الزنقه شكون كيفاش كانت حياتك؟ كانت حياتي ما نكذبش عليكم مدمره ماشي شي حياه مزيانه الحمد لله حياه مدمره يعني من الزنقه للزنقه ماشي شي حياه بس ماشي شي حياه يعني انت ملي حليتي عينك حليت عيني ايتيم ايتيم فهمتيني ايتيم حليت عيني لقيت راسي ايتيم فهمتيني الحمد لله كبرت مع ناس زوينين كيعرفوني ناس بخير خدمت كارديان يعني ما خليت فاش خدمت ولكن باش غادي يمد لي شي واحد المساعده يعني شناهي اللي ضراتني انايا في هاد الناس هي الاعاقه البدنيه ديالي هي ما كيحتارموش بزاف كيفاش جاتك الاعاقه واش زياده وخلوق ولا ضربتي فيها؟ زياده وخلوق هادي زياده وخلوق يعني ماشي شي حاجه فهمتيني يعني تعاقيت بها الاعصاب لهنا اخويا حنفي وحياتي في السبيطار اول حاجه شفتها لقيتي حداك شي منافق لقيتي حداك شي واحد كتعرفوه من غير الله سبحانه وتعالى من غير الله وحباب الناس من غير الله ما لقيتش حداك حتى واحد لا من غير الله سبحانه وتعالى يعني الانسان كل قعده والديه كل قش واحد اللي رفق به ويستعمل ويتعاملوا معك بحال ولدهم ولا يتعامل معك انسان بحال خوه ولا في شي حاجه يعني انا ما غنقنطش ما غنقنطش من رحمه الله ولكن دابا الحمد لله ما قارتش من رحمه الله واعاقه باش قلت لي انا قاري قاري الحمد لله راه مثقف انا مثقف فاش ملي جيتي ندوي معاك ولكن من المستوى الدراسي انا راه ما عنديش مستوى دراسي يعني تبارك الله ملي دويت معاه لقيتك انك كتهضر بالفرنسي يعني الحمد لله كتحاور يعني عندك لغه الحوار الحمد لله كنبغي نجمع مع الناس كنبغي نتحاور مع الناس كنبغي نقرا باغي نقرا باغي نسافر باغي نخدم باغي ندير بزاف الحوايج شي حوايج ما نقولش المستحيل باغي نوصل ديك المستحيل ما عنديش انا كيف ما انت كيف ما انا كيف ما انت وصلتي انا باغي نوصل ولكن واحد الحاجه تكون زوينه فهمتيني بغيت انا نخدم بغيت نبدا بوالو واخو خويا حنفي الا جاتك الفرصه ديال الخدمه شنو النوع ديال الخدمه اللي جبغيتي؟ واخا نخدم مع كارديان واخا نخدم مع حارس السيارات شوف انا ما كنتشرطش نخدم مع حارس السيارات نصور على قمه العيش ديالي قلت انا نلقى اللي يرفق بيا ونكري شي بيت حتى انا نجي انا بحالي بحال الناس نخدم مع كارديان انا ما كنتشرطش خويا فهمتيني انا الطبع ديالي الاصل ديالي مكناسي انايا انا الاصل ديالي مكناسي انا من ذوك النوع شي ما نتشرطش عليك تبغي تعطيني شي حاجه ولا بقيتي تقول لي اش غدير اش غدير كنكعق حيتاش انت عرضتي عليا الله يرفق على من رفق مشيت تقول لي تبقى تعطيني كرسي تقول لي تبرك هنا وندير لك واحد الماهيه ما غنقولش لك واش حاضر غتقول لي شنو دير شنو دير غنبقى مريض باش نقول لك عطيني ولا حنفي تعرضت للاهانه بعض المرات بزاف احكي لينا على شي الاهانه اللي وقعت فيك بزاف شنو هي وفين وقعت؟ هي الاعاقه يا الاعاقه بنادم ما تيحترمكش فهمتيني يعني كون ما كانت عندك اعاقه بزاف الحوايج يقدروا يدوزوا الدراري الصغار يبداو يعيروك وراه كل شيء ممكن كل شيء ممكن اي حاجه تصور اش بغيت نقول لك باش تقول لي انت في المغرب حنايا حنا المغرب ما هاد الكلمه هادي غنحيدها لك من فمك المغرب مو بيزار مو بيزار باش تقول لي انت المغاربه ديالنا مو بيزار ديك الساعه كنت اوروبا ما غنتعرضش لهذا الشيء اللي كتعرض لي بالنسبه للاعاقه اللي عندي انا ما غنتعرضش لهذا الشيء اللي كتعرض لي باش نقول لك كلمه المغاربه مو بيزار صراحه المغرب مو في الزهر ديك صراحه انا ما غنافقش راسي ما غنافقش اللي خلقني واخا خويا حنفي الا قلنا لك كيفاش بغيتي تبدل حياتك؟ باغي نبدل بحياتي بشي حاجه مزيان شي حاجه محسن قال لك عاشر ما تعاشرش مكره عاشر محسن انا حياتي مكره
يعني فهمتيني، ولكن انا شي حاجه بغي نحيد داك مكرف بغي نخليها محسن. بحال ما حاولتيش انك تمشي وتشوف والديك في الكبار ولا تحاول ولكن بالنسبه لي اسمح لي نقول لك واحد الكلمه، انا بالنسبه لي انا والدي الا مشيت نشوف في الكبار والدي باغيين يشوفوني سعيد، والدي الا كانوا ميتين باغيين يشوفوني سعيد بغيت يشوفوني واحد حياتها سيري فهمتيني. الا بغيت نطرح معلوم خصني نطرح معلوم بواحد حاجه زوينه، نمشي نقي نمشي لابس ونمشي كاري ونمد معايا حتى لوليداتي ولا مشيت انا فهمتيني بخير باش الا طرحت عليهم غيفرحوا. واش انا في واحد الحاله لا يورثها لك غنمشي عندك؟ راه انا اصلا ميت شنو راه يطرحهم عليا دابا؟ دابا انت كتقول والدي انا والدي ايه ميتين راه الله يرحمهم، ولكن دابا انا شكون غير خبير؟ راه هما كيما كيخموش انا هما راه كيخمو لي انا الا مشيت زرت وما يكعاب. انا كنشوفك كنشوفك يعني قلبك حار انا ناير الاعصاب خويا عندي الاعصاب عرفتي شنو الخلا اللي دار لي الاعصاب يا بني اللي باقي في هاد البلاد هادي ديك الصاط انا مابقيتش باغي نبقى. شتي كيما كنشوفك كتهضر كنلقى قلبك حار على الحياه. اه بزاف مرحبا بالراس بزاف خلاك تحت يعني تحت ولا قلبي حاقد انا على هاد البلاد قلبي حاقد على بزاف ديال الحوايج ما لقيتش ما لقيتش شي واحد اللي غادي يعاونني. حاولت تشوف خيريات شكون دابا هاد الخيريه هذه هي اللي الانسان اللي ما كيذكرهاش على فمه. الخيريه راه انسان عرفتي شكون اللي كيمشي للخيريه؟ كيمشي للخيريه ديك اللي والديه كيدوه ليها. بالنسبه لك انت كتعز تلقى ما عندك لا لاكارت ناسيونال لا وثائق لا والو اش غادي يديروا؟ بقى دايت كرخصوا عليك ما كاينش اللي كيجي عندك يطلع عليك اصاحبي. دابا انت اش قلتي لي سير ترحم على والديك، ولكن انا شكون اللي غيجي يطلع عليا في هاد المؤسسه اللي غادي نجلس فيها؟ شتي الهضره كي دايره خويا؟ شنو الطلب ديالك؟ الطلب ديالي هو ان هاد الناس هادو غيديروا معايا مزيان، عرفت شي حاجه زوينه ما باغي حتى شي حاجه، حتى انا باغي استر الله وباغي نكري. تجلس في شي مكان مخصص باش الناس يعرفوك فيه؟ حتى انا باغي نكون اسره. انت دير راسك انت في بلاصتي دابا، انا انت دير راسك انت كدوي معايا غندير لك انا في بلاصتي، ولا انت دير راسك في بلاصتي كدوي معايا. بلا كنت باغي عائله، انت عندك دابا عائله، انا باغي تكون عندي عائله واخا فرض ولا فرضين، انا نكري ونكون راسي من هنا لقدام عرفت شنو كاين، من هنا عام ولا عامين نقدر تلقاني مجوج تلقاني حتى انا غادي مع وليداتي، غتقول هذاك الانسان راه بعدا دار واحد الحاجه زوينه، كاينه ولا ما كايناش؟ دابا انت انا راه غادي عرفتي فين غادي دابا انا؟ غادي نمشي للقهوه، ملي غنسالي غنحضر راسي غنبقى غادي كنفكر. دابا انت غتحضر راسك غتمشي عندك فين غتمشي الدار عندك العمل ديالك عندك الوالدين يعني انا واخا نحيه من منصف الشعور ديالك ما نقيش منصف هادشي باش شويتي نفهمك دابا شنو بغيت نقول لك دابا يعني خصك تكون عندنا نفس الشعور يعني تيلك تبغي تدير معايا السي جواب تبغي تهضر معايا يعني الحمد لله يعني باغي يحس بك اللي بحال كما كنقولوا حنا الله يرحم والديك اللي مبليك يحس بلي واللي مسكين مضروب كيحس بلي مضروب واخا داك اللي ما مضروش انا كنعذر شي داك اللي ما مضروش راه ما تقولش الله يحسن العوان انا راه تنقول الله يحسن العوان كاين اللي عنده العام كاين اللي عنده العمارات كاين اللي عنده الهم كاين اللي عنده العمارات ما مهنيش مسكين كبير كاين اللي ما عنده والو كتلقاه ضاحك وفرحان ديما الشيء اللي تشوف بغيت تشوف العيب راه شوف ما تفلس منه قول الحمد لله راه هذاك ما مهنيش هذاك باش غادي يتسوق لي دابا انا باش غادي يسالي لي هذاك راه كيدوز محدايا مسكين الله يحسن العوان هذاك راه حاسدني انا على الراحه ديالي وتلقى واحد اخر حاسدو على الفلوس ديالي ولكن راه ما يمكنش انا راه حاجه وحده اللي كنتمنى انا غاي يتكفلوا بها ان شاء الله نكريت انا بيت اذا مشاهدينا ومتابعين مشاهدينا ومتابعين شفتوا فيه كما سمعتوا معنا هذا السيد هذا اللي ما طالب والو الا انه يتكفلوا ليه غير بالمبيت ولا بشي حاجه اللي قليله يعني المكان المخصص ليه هو مدينه الجديده بانوراما يعني اللي جي اللي غيسول على الحنافير غيجيبوه حتى لعندو يعني عارفينو الناس يعني شخص طيب شخص طيب تبارك الله عليه وكنتمنى الرساله تكون وصلتكم كاملين اذا مشاهدينا ومتابعين شوف تي في قد نكون وصلنا لنهايه هذا البث نلتقى معكم في بث مباشر اخر في امان الله الى اللقاء.